تدعم المقولة اللي تقول بأنه أكو ارتياح، بس حتى لو مو معلن، بس ارتياح صدري لعمل حكومة السيد السوداني، ونلاحظ اختفاء مفردات من بعض البيانات والخطابات الصدرية من وزير القائد أو حتى تغريدات السيد القائد صدر الحكومة يعني العباس وغيرها من المفردات اللي تهاجم الحكومة اختفت بسبب بالفعل أكو ارتياح صدري لحكومة السيد السوداني. طبعا السيد الصدر لو يشوف هناك يعني حكومة مخفقة يعني خافقة أو مخفقة أو يعني أو منخفضة من قبل السيد السوداني كرئيس مجلس وزراء، أنا متأكد كان إلى يعني موقف آخر، لكنه شاف عمل إيجابي لكان كان موقفه إيجابي، وهذا أيضا أنا أعتبره يعني هو معه في الساحة السياسية إنه يراقب عن يعني عن كثب ولا عاف الحكومة بحيث إنه دي شخص أو يسمي الأسماء بمسمياتها، وحقيقة هو هذا نعتبر واجبه يعني. أكو ارتياح لو ما أكو ارتياح صدر تعتقد؟ لا ارتياح. نعم.